مجموعة من المهارات، الإمكانات والمواهب بتجتمع لتشكل إكيب إكزود. الهدف هو الترويج للفنانين سواء عبر أثير الإذاعات، المواقع الإلكترونية، التلفزيونات، الصحف، المجلات أو عبر البريد الإلكتروني، وخاصة من خلال مفهوم جديد هو الأرت رنتل اللي ممكن نسميه تأجير قطعة فنية لفترة زمنية قصيرة. بين شارع جميزة وشار مالك، مسيحة بعيدة ولو شوي عن ضجة وضغط العاصمة بيروت، لتكون محطة فنية برفقة كوب من القهوة أو الشاي. إكيب إكزود هو مقصد جديد لكل محبي الفن. مقابلة مع المؤسسة كريستيان غوستين. إكزود هو أكثر من بالنسبة لنا فكرة، هو بلش يمكن حلم، تطور تصار فكرة، توصل لمطرح صار مشروع. كنا نحن مجموعة من الأشخاص، هو يمكن كل واحد كان بده يظهر من ما هو، من واقع معين، يمكن من روتين حياته المعين. بقى بالتالي انطلقت فكرة إكزود. يمكن إكزود بحد ذاته هو هالفعل الخروج. صار كل واحد من هالمجموعة شو هو الاختصاص وشو الباك جراوند تبعه، شو خبرته، اجى وحطها بهالمجموعة وانطلقت الفكرة من هون. بلشنا بمعرض مدام لميا غرز الدين مكارم، بمعرض سولو، كان انطلاقة إكزود. بلش مع مدام لميا، صارت لنا الفرصة على أول سنة إنه نعمل معرضنا بقلب كندا. هونيك شفنا إنه شغلة في الرنتل أو استئجار اللوحات شيء كتير شائع هونيك. حبينا ناخذ الفكرة ونجيبها معنا لهون، وحبينا كمان نحط لها لمسة من لمسات إكيب إكزود. هونيك الفكرة كتير شائعة، مثل ما نحن هون معقول الواحد يستأجر فستان عرس. هلا هيدي من اللوحات يلي نحن رايحين هلا حتى نسلمها، لوحة لمدام لميا مكارم. رح نتوجه لعند سيز إلي برشين ونسلمه إياها. جينا تنعمل مبدأ الرنتل، نحن عم نطبقه أول شي بلشنا فيه للشركات. جينا قلنا للشركة أنت بكل الأحوال عندك بادجت لحتى تعملي ديكور بالمكتب، وعندك بادجت كمان لتتعملي دعاية. جينا قلنا لها انه نحن رح ناخذ منك هيدا المبلغ مقتطع كثير بسيط، نجي نعمل لك ديكور. انت بالنهايه عم بتحطي لوحه، بالنهايه رسام لبناني، منا كوبي، منا مطبوعه، منا في منا صوره مدري كم مره، هي عمل واحد. تجي بعدين انت عم بتحطي وعم بتشجعي، وبالتالي رح تعملي دعايه، لانه نحن جينا قلنا لهم رح تحطوا مينيمو رح يكون محطوط بحيالة نحنا طريقة معقول نسوق لها. يعني إذا إكزود عرض بكندا مثل ما هلأ مشروعه، رح يكون كأنه سبونسر لإله، يعني كأنه عم يعمل دعاية لإله بكندا. وإذا عملنا معرض هون رح ينزل كأنه سبونسر تبعنا، يعني عم تعملي له دعاية لإسمه، وبنفس الوقت صورتي وعملتي له هالإيماج هالصورة عن شغله، إنه هو بالنهاية بيشجع الفن اللبناني. هيدا من التابلويات يلي اخذناه من إكزود. حتى اذا بنشوف هون على هيدا التابلو كنا نحن قبل اخذينه منهم. اخترت هيدا التابلو لانه بصراحه كل ما اطلعت فيه كنت كل مره اشوف فيه شيء جديد، كنت كل مره احسه بيشبه حاله معينه كان انا عشتها اما شفتها بزبايننا. ضم 6 فنانات بالنسبة لنا هن انضموا تيكملوا الفريق. مدام داعت كان عندها معرض كمان سولو، لقى تجاوب من الناس بشكل منه عادي. الناس كانت كتير تجاوبت مع فكرة عين المريسي ومع بيروت بحد ذاتها. كل تابلو بس توقف قدامه إلا ما يكون عنده قصة يحكي عنها. ليديا بحد ذاتها في عندها شيء نحن منحبه. إذا حطيت اللوحة مثل ما هون حاطينا نحن، إذا حطيتيها عمودي أو أفقي حسب انت كيف تتناول اللوحه، كيف تنظري لها. واذا بتيجي بتطلعي بتحسي كانه كتابه صينيه، صدقيني اذا بتحطيها افقي بتحسي كانه كتابه عربيه، اصلا بتحسي من الامضه، في عندها امضه لحتى تترك لك هيدي الحريه انت كيف تتفاعلي مع اللوحه. ليلى تفتح مجال للواحد انه هو من نفسه يحط باللوحه. بس نحكي عن زينه، ما فيك ما تقولي الوان فيها شيء بيميزها نيكول، فيها كثير عندها تكرار، يمكن هذا التكرار اللي عم تلاقي فيه سلام بطريقه من طرق اسلوبها. بهالمقابل هذا المبلغ يلي نحن اقتطعناه من الديكور يلي اساسا كان الشخص حاططه او من الدعايه، جينا وحولناه للفنان. يعني صار الفنان هل
الشغل الموجود عنده بدل ما عم يدفع عليه لحتى يعرضه انتر اوتر باكزود من بين حيالله مطرح ثاني، صار بالتالي هو عم يتلقى، يعني اكيد ما حدا رح يغنى بس صار عنده الى حد ما مردود. حجمنا بعده كثير صغير وعمرنا كثير صغير، بس يمكن حابين نوصل يوم من الايام انه يتجمعوا الفنانين ونقدر نوصل لمطرح انه ما في شيء بيمنع يكون عندنا، ما رح اقول متحف بس رح نقول صاله فيها بالفعل، لانه عندنا فنانين بيستاهل الواحد ما يفكروا انه بدهم يعتلوا هم اذا بدهم يعرضوا، لا يكون في مطرح مساحه. ان شاء الله نوصل نكون اول شيء اكزود يكون هذا المطرح، يعمل كل هيدا انه نحن حابين نوصل لمطرح انه بالفعل نقدر نوصل الفن تيقدر يكون للكل.